كله. والله انا ببقى فاهم موضوعك اللي تعباني وهيك. انا فاهم بس انا عشانك شفت هيك بديل ايش شو داي تعال يعني انت اسمع اسمع تعال شو بدك نروح فيهم غرفة هيك نحكي تعال انا مش فاهم كيف فادي جادي نفذ لا ما هم بتسلوا فينا وهم ماشي طلع 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 انا متخوف والله مش قادر افهم اسمع انا شغلت السياره بعد ما طلعت بخمس دقائق واحد بيلحق وراك زي الصاروخ شادي على مثالك لا يا وضع مرتاح انا خربان السياره السياره مش راضي تمشي انا معطيني انا خربان بس انت اسرع مني في العرفه امشي 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 انا عيد عم بضرب فيها خلص استسلم الامر الواقع عم تدفن السياره هاي خلصنا واحده لا امشي 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 لا لا جانج بان جانج بان جانج بان لا والله طبيعي صورت طبيعي اسمع جو اسمع رد علي خلاص اتركوا لحاله هو الزلم بيعقل لحاله اتركوا لحاله يا جو تفتح الباب لا يا جو جو تفتح الباب شو بتعمل الولد انا ما حبيبي ولا شو تسوي الولد شباب تصبحوا على خير